على هذه التلة المطلة على أحد أجمل أودية بني حماد يقع منتزه السلام في منطقة العين مركز مديرية المواسط بريف تعز الجنوبي. صور الصراحة رائعة كلها على مناطق جبلية فيها شلالات وأقسام خاصة بالعوائل، فنأمن على أطفالنا وأنفسنا أن نأتي إلى هذا المكان. يجد الزائرون هنا الكثير مما يبحثون عنه، خصوصا وأن المتنزهات في ريف المحافظة تكاد تكون منعدمة، ناهيك عن افتقار المدينة للكثير منها بسبب حرب ميليشيا الحوثي عليها. بسبب الحرب والحصار على تعز وما حشى على المدينة، اضطرنا لنقل المنتزه ونقل يعني تغيير الابواب، وايضا فيما يقدم من خدمات خاصه للعوائل، وفيما يتنوع من العاب وحدائق والمسبح ايضا. العاب للاطفال، مسابح، وغرف نوم واخرى مخصصه للمقيل، هي خدمات يقدمها المنتزه لمئات الأسر التي تقصده من مناطق مختلفة في محاولة لقضاء أوقات قد تنسيهم جزءا ولو بسيطا من أوجاع الحرب. الوضع الأمني المستقر في المنطقة شجع رؤوس الأموال على الاستثمار في افتتاح مشاريع مثل هذا المشروع، كما شجع الناس على التوافد بشكل كبير إلى المنتزه مع أطفالهم وعوائلهم. استقرار الوضع الأمني في المنطقة شجع العديد من رجال الأعمال على الاستثمار في هكذا مشاريع ترفيهية جاذبة للكثير من الأسر التي تحرص على زيارة المكان مصطحبة الأطفال لقضاء أوقات سعيدة. بالحرب والحصار سعت الميليشيا إلى قتل الحياة في تعز وتحويلها إلى سجن كبير، لكن مثل هذه المتنزهات تؤكد الإصرار على مقاومة كل ما يعكر صفو حياة الناس وإيجاد وسائل لقضاء لحظات سعيدة قد تخفف عنهم آثار الحرب. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من منتزه السلام بمديرية المواسط، تعز.